لكن أي حاجة تتقال مهمتنا هنا مناقشتها باستمرار، وكل واحد بيتمسك من بعضمة لسانه بعضمة لسانه زي ما انتم متعودين. احنا بنتفاعل او بنتعامل مع ما قيل، ولما بنتكلم على قطع ألسنة الفتنة فاحنا جادين. احنا جادين في ان احنا يا جماعة تعالوا الى كلمة سواء. الساحة الرياضية تستوعب الكل، والقمة عمرها ما كانت مدببة. يقدر يقعد الجميع على القمة، يقدر يوصل الجميع للنجاحات باستمرار، حتى بالنسبة لنادي الزمالك الكبير والشقيق، وبالنسبة لبقية الأندية لا سيما الشعبية منها اللي بترتبط بجماهير كتيرة كبيرة. لازم أن الكل يشتغل على فكرة في حالة من الإيجابية والود. على فكرة قوة التنافس هي اللي بتؤدي إلى التطور. طبعا بتؤدي إلى التطور طبعًا. ورفع المستوى. فما فيش حاجة اسمها ان انت لا ترحب بالتنافس، بس يكون وفق المعايير الرياضية والاخلاقية السليمة، وكل واحد ياخد حقه، والفير بلاي يطبق على الجميع، على الجميع، اولهم النادي الاهلي. لكن انا هنا بس عايز اقول، قد طروا بعض الردود والفيديوهات اللي شفتوها قبل كده، ولكن هذا نتيجة الالحاح على تصدير كلام غير حقيقي ونقل صورة ذهنية هنقول لكم سببها بعد ما نستعرض هذا الكلام. في اجيال جديده بتتفرج عليها، لازم كل ما يتقال الكلام اللي ما يعجبناش او مش لا يمس كبد الحقيقه نرد عليه، وان عدتم عدنا. اتفضل يا استاذ ابراهيم. وبالمناسبه الزميل احمد عفيفي في قناه الزمالك اللي بنبارك له بانضمامه ليها، وبنتمنى حوار راقي موضوعي منطقي ينحاز للعقل، ينحاز للقيم، ينحاز للعلاقات الطيبه، ما ينحسش الى سياسة دس السم في العسل الحقيقة، لان هي محاولة لا تنطلي على اي حد عاقل او اي حد بيتابع. انت بتتكلم عن حاجة تخص نجم كبير في النادي الاسماعيلي بحجم الكابتن حسني عبد ربه. النادي الاهلي ماله؟ نسمع احمد عفيفي في تعليقه على الكابتن حسني عبد ربه ونشوف تعليقنا. الكابتن حسني قال: اقول لوزير الرياضة، هل تدخل وزير الرياضة لدعم الاسماعيلي أقل من جلسته مع لاعب في نادي الزمالك أو حل مشكلة سابقة للأهلي؟ الحقيقة كابتن حسني، أنا ببقى مستاء جدا من الناس اللي عايزة تشاور على الأهلي فتقول الأهلي والزمالك، سواء الحكام اللي بيبقى عندهم مشكلة مع التحكيم فيقولك الحكام مع الأهلي والزمالك، في مشكلة لحد حاصلة مع الأهلي فيقولك تعامل خاص للأهلي والزمالك، اللي مش عايز يقول الأهلي ما يقولش. مفيش حد مطلوب منه يبقى بطل، معروف هتقول الاهلي يتعرض لمشاكل، يتعرض لانتقادات، يتعرض لهجوم، مفهوم، ده مفهوم جدا، ومفيش حد مطلوب منه يبقى بطل. بس في نفس الوقت يا كابتن حسني، مش لازم عشان تذكر الاهلي تذكر الزمالك. لان انا هسالك سؤال يا كابتن حسني، هل انت وانت بتحب الاسماعيلي وبتتمنى له الخير هتبقى مبسوط لما يبقى لاعب في النادي الاسماعيلي عايز يجدد فيضطر يروح يقعد مع الوزير عشان يطمن منه ان النادي الاسماعيلي مكمل؟ يعني هل ده المشهد اللي انت عايز توصل بيه للنادي الاسماعيلي، ان الناس تبقى مش متاكده الشمس هتطلع عليه بكره ولا لا؟ السؤال ليك، واتمنى ان انت تجاوب عليه ولو بينك وبين نفسك، لان اعتقد مفيش اي حد يرضى انه يوصل لمرحله ان لاعب عايز يجدد فيحتاج يقعد مع حد من بره النادي يطمنه على النادي، مش يطمنه انه هيمشي كويس، يطمنه انه مكمل، يطمنه انه مكمل اصلا يا كابتن حسني. وعندي اكتر من سؤال. هو يا كابتن حسني، لما كان النادي الاسماعيلي بينافس على الدوري وفي حكم، في حكم في مباراة تسبب في هدف فضيحة، وبعد شهرين الحكم ده كان بيشتغل في قناة نفس النادي اللي هو حسب له الهدف الفضيحة، هل النادي ده يا كابتن حسني كان الزمالك؟ يا كابتن حسني، في نادي، في لعيبة بتلعب فيه وبتعمل مسيرة وقربوا يبقوا كباتن في الفرقة، وعمرهم ما عاشوا تجربة لمرة واحدة انهم يبقوا راكبين اتوبيس النادي وطالعين على طريق مصر اسماعيلية. طريق مصر اسماعيلية ده بالنسبة لهم مكان مجهول مهجور، ما عدوش عليه قبل كده، ما راحوش لعبوا في اسماعيلية، مش بقالهم سنة، مش بقالهم اتنين، ناس عملت مسيرة قربوا يبقوا كباتن. هل النادي ده هو الزمالك؟ في نادي لعيبة كتير بتختفي وتقفل تليفوناتها ومحدش يعرف لها طريق جرة، ثم بيظهروا فيه وهم بيوقعوا، هل النادي ده هو الزمالك؟ ارجع لي. شوف الكلام اللي بيقوله الاستاذ عفيفي، بيقوله برصانه وبشياكه وكانه يتحدث بموضوعيه.
ولكن هو نفس الكلام بنفس المعنى، تصدير المظلومية وتصدير الأهلي بيتعامل معاملة خاصة وزيادة الفجوة بين الإسماعيلي والأهلي، أو تكريس الفجوة اللي كل من يطلع رموز إسماعيلي يلموها يطلع حد ببراعة الأستاذ عفيفي في الحديث يرجع تاني يعبس في هذه المساحة. أستاذ عفيفي، قبل ما أستاذ إبراهيم عنده ردود موضوعية جدا هيرد عليك بيها، أنت بتقول الزمالك كل واحد عايز يجيب سيرة الأهلي يجيب سيرة الزمالك، على فكرة هو ما كانش عايز يجيب سيرة الأهلي خالص، لأن الوزير يعني الحادثة اللي بيستند إليها الزمالك وموقف خاص وظرف خاص فيه صعوبات، فالوزير قاعد مع لعيب يقول له لا والله الدنيا هتبقى زي الفل. الإسماعيلي عنده ظرف خاص وفي صعوبات كان يتمنى إن يحصل نفس الشيء، دخلت أنت الأهلي عشان تقول هو كان قصده يتكلم على الأهلي ورجعتنا 2009 اللي هنثبت لك بالصوت والصورة إنك أنت. بس بعد ما الأستاذ إبراهيم يتكلم أنا هضيف. طيب، أولا فكرة إنه زي ما المهندس عادل قال، حسني عبد الرب الراجل بيشتكي من تجاهل وزير الشباب والرياضة لبحث شؤون الإسماعيلي، ومعه كل الحق لأن الإسماعيلي يستحق فعلا مزيد من الدعم المادي المعنوي الرياضي الإداري، كل الدعم يستاهل الإسماعيلي ويستحقه ويحتاجه، ده حسن عبد ربه. فكرة بقى، هو أنت عشان تقول الزمالك لازم تقول الأهلي؟ لا، دي قديمة بقى، دي قديمة بقى، ده خدها منك يا باشمهندس أحمد، لأنه ده تقريبا ندائنا اللي بحت أصواتنا منه. أرجوكوا اربطوا كل واحد بخيط لوحده، وكنا بنلوم على نقاد رياضيين كبار، لما يجي يشيد بالأهلي لازم يشيد بالزمالك، ولما يجي يلوم الزمالك لازم يلوم الأهلي، أو يلوم الأهلي فيلوم الزمالك، وكنا بنقول لهم أرجوكوا افصلوا، لو الأهلي يستحق الإشادة فليكن، أو لو الزمالك يستحق الإشادة أو اللوم أيهما للاتنين فليكن. لكن فكرة إن أنا أرجع أدبس الإسماعيلي في الأهلي وأرجع أوغر صدور الدراويش ضد الأهلي وأبدأ أنكش في حاجات لزرع مزيد من اسباب الفتنه من جديد، ده اللي بيخلينا على غير اخلاقيه، على غير اسباب حقيقيه، على غير حقيقه بالمره، على غير حقيقه بالمره، لانه حسني عبد ربه بيقول للوزير، الوزير ما عملش، الدكتور اشرف صبحي ما عملش اي دعم مادي للنادي الاهلي، ما تدخلش ابدا لحل مشكله في النادي الاهلي، الاهلي مستقر ما عندوش مشاكل كويس، نتمنى الاستقرار للجميع، بس هو حسني لما بينشر ده هو ذكر الاهلي هنا، هو الغريب ذكر الاهلي هنا، الزجب الاهلي هو الغريب في الجمله، هو اللي غريب. لكن انت هتطلع الزمالك وتلبس الاهلي في الحيط مع الاسماعيلي، هو يا كابتن حسني، هو يا كابتن حسني، لا تعال امسكك واحده واحده في الثلاث نقاط اللي انت اتكلمت فيهم، ان الاهلي في اجيال ما تعرفش طريق مصر اسماعيليه. اولا بمناسبه طريق مصر اسماعيليه، ده اللي تعبكم قوي، لان دي بتتكرر كتير يا جماعة، الأمن اللي هو موقفه وتقديراته الأمنية إنه الأهلي ما بيروحش يلعب في خط القناة. هو الأهلي ما بيروحش للإسماعيلي إسماعيلية بس، الإسماعيلي بيجي القاهرة؟ طيب الإسماعيلي ما بيجيش القاهرة، الإسماعيلي بيجي للزمالك والزمالك بيروح يلعب الإسماعيلي بره، طيب إيه العلاقة؟ ما هو المصري اللي هو لازق في بورسعيد اللي لازق في الإسماعيلي ما بيروحش للإسماعيلية، المصري بيلعب كل مبارياته بما فيها ماتش الإسماعيلي في برج العرب. الزمالك بيروح بورسعيد؟ أنا عايز بس، ما هو موقف الزمالك بورسعيد نفسها ما بتلعبش في بورسعيد، يعني سؤال. المصري ما بيلعبش ما بورسعيد، لا الزمالك ولا غيره. أيوه، لا الزمالك ولا غيره. إذا موقف الزمالك مع النادي المصري وموقف الأهلي مع النادي الإسماعيلي. يا جماعة، هذا الأمر ولأسباب أمنية بقى فيه هدف باستمرار من تصدير الأزمة بين الأهلي وخط القناة، وكفاياكوا أرجوكوا، زرعتوا من الفتن ما يكفي وحصلت الدماء ما يكفي، أرجوكوا بلاش عزف على هذا الوتر الدامي، أنتوا بتهرجوا بجد. الأهلي ما بيروحش الإسماعيلية والإسماعيلي ما بيجيش القاهرة، بس كمان هو مين قال لكم إن الأهلي لو راح الإسماعيلية هيتغلب أو الإسماعيلي لو جه القاهرة هيتغلب؟ مين الندية على فكرة، مين الندية بين الفرقتين ما يكفي؟ النادي الأهلي الإسماعيلي جه القاهرة كسب قبل كده كاس مصر من النادي الاهلي بجون احمد فكر الصغير، وكسب قبل كده الاهلي في القاهره 3-0،
والاهلي في اخر 10 ماتشات يا باشمهندس احمد عفيفي، اخر 10 زيارات للاهلي للاسماعيليه في الدوري الاهلي فاز 4 والاسماعيلي فاز 3. الاسماعيلي فاز على الاهلي في الاسماعيليه اقل مما فاز الاهلي، منهم مره 6-0 الاهلي فاز ومره فاز 4-0 في الاسماعيليه. فارجوكوا لما يبقى الاسماعيلي فاز على الاهلي في الاسماعيليه 3 مرات وتعادلوا 3 مرات، والرقم الاكبر فوز الاهلي في الاسماعيليه 4 مرات، فده مش الاشكيف المخيف اللي انت فاكر ان الاهلي لو ركب الاتوبيس وراح الاسماعيليه هيخسر ومش هياخد الدوري. في نديه بين الاثنين ما يكفي، لكن هناك ما هو اهم من اللي انت قلته اللي هنكرره ونعيده ونزيده في كلام مهم بعد الفاصل.